السلام عليكم. اليوم المحاضرة إن شاء الله عن designing of partial denture. المحاضرة بسيطة سهلة، مراجعة عن المعلومات اللي فاتت. Designing of partial denture. The objective of partial denture designing can be thought of as the control of denture movement while not exceeding the physiological tolerance of the oral structure. إذن شنو الobjective، شنو الهدف، شنو الغرض من إني أني أسوي design للpartial denture؟ ليش اخترت الكروم كوبالت؟ ليش الكروم كوبالت بي components هواية؟ ليش بديت من السيرفينج وحددت الأندركات و حددت اختاريت الريست، اختاريت الميجر كونكتر، اختاريت الماينر كونكتر؟ ليش هذا كله؟ حتى اقلل من الموفمنت مال الدنشر. احنا نعرف انه الكروم كوبالت بالاخير هو ريموفابل بارشال دنشر، طقم اسنان متحرك وليس ثابت، يعني ما ثابت بشكل دائم بفم المريض. بما انه ما ثابت بشكل دائم بفم المريض، اذا البيشنت يقدر يطلعه ويرجع يدخله بحلقة، معناها هو متحرك. بما انه يقدر يطلعه وهو ما ثابت، معناته inside the patient mouth من يحطه راح تبقى به حركة، لان هو ما ملتصق بالاسنان بشكل دائم، ما مستخدمين مادة مثبتته ومسوية الصاق بين الطخم مالتي وبين الاسنان بحيث ابدا ما تصير به حركة. لا، هو طخم متحرك يبقى به حركة inside the patient mouth. زين، اني شنو الهدف من الدايركت ريتينرز والاندايركت ريتينر؟ وحطيت ريست منه واهتميت بالميجر كونكتر انه يكون ريجيد حتى ما يتحرك. الهدف من هذا كله انه الحركة اللي تصير عندي بانواعها، سواء الفيرتيكال، الهوريزنتال، الروتيشنال، هاي كلها اريد اقللها. اقدر امنعها؟ ما راح اقدر امنعها او انهيها بشكل دائمي، لان هو طخم متحرك. بس الهدف اللي انا اريد اوصل له انه اقلل هاي الحركة قدر الامكان، بحيث اني اوصل للمينيموم مال الحركة، اللي هو الحد اللي اقدر اقول انه من دا يتحرك الدنشر inside the patient mouth، هاي الحركة البسيطة مدى تسبب لي حركة بالابطمنت توث، مدى تسبب لي تروما، خلينا نقول بالسوفت تيشو اللي موجود above the bone مال residual ridge. فاني الهدف كله انه اريد اوصل لحد من الحركة not exceeding the physiological tolerance of the oral structure، يعني ما يتعدى على قدرة احتمال السوفت تيشو او الابطمنت تيث اللي هي مهيئة لها او اللي هي مخلوقة انه تتحملها. فلذلك اني ابدا ادور indirect retainer، direct retainer، rest منها، rigid major connector منها، بحيث بالنهاية تتوزع هاي القوة بين البون، بين الابطمنت توث adjacent to the edentulous space، الابطمنت توث اللي away from the edentulous space، أريد الفورس كلها تتوزع بحيث ماكو بارت واحد يتحمل هاي الفورس كلها وينتهي بالنهاية يا إما دا يتحرك يا إما traumatized. تمام؟ فلذلك أني أسوي designing للpartial denture. Differentiation between two main types of removable partial denture. زين، احنا بالبداية اخذنا انه removable partial dentures عندي two types، يا اما tooth and tissue supported او born RPD او tooth born removable partial denture. اذا يا اما partial denture مالتي ماخذ support من التوث ومن التشو، هاي باي cases؟ cases مالتي اللي هي class 1 and class 2 mainly. طبعا احنا قبل قلنا انه مرات اللونج سبان كلاس 3 وكلاس 4 تعامل معاملتهم، بس بشكل عام كجايد لاينز اساسيه ناخذها بالمحاضرات، التوث اند تيشو بورن ار بي دي هو الكلاس 1 اند كلاس 2. عندي التوث بورن ار بي دي اللي هو الكلاس 3 والكلاس 4 كذلك ينشمل تحت التوث بورن، الا اذا كان ادنتشولس سبان فندرجه تحت التوث اند تيشو سبورتد. تمام. ذا مانر، هسه اول شيء راح نفرق بين التو تايبس اوف ريموفابل بارشال دنتشر بالطريقه ان ويتش ايتش از سبورتد، بالطريقه اللي كل واحد من هاي التايبس راح يحصل السبورت. طبعا المعلومات كلها معاده، نمشي عليها بشكل سريع، ومهمتكم انتو انه ترجعون للتفاصيل اللي شرحناها قبل بالمحاضره،
كل وحدة من هاي المعلومة لها محاضرة كاملة احنا شارحيها بساعة او حتى مرات اكثر من الساعة، فما معقول انه نرجع نعيد هذا الشرح هنا، راح تطول المحاضرة. فاحنا ناخذ الهيدلاينز هنا، التفاصيل كلها ما اخذيها مسبقا، مجرد هنا ندن جمعهم تمام. ف the manner in which each is supported عندي class 1 and class 2 السبورت مالتهم من وين؟ ماخذين قبل derive their primary support from tissue underlying the base. إذن ال primary support من وين محصلي؟ من tissue underlying the base. شن هو tissue الموجود under the base؟ اللي هو الميوكوزا والبون اللي موجودة. زين and secondary support from the abutment teeth. إذن بالدرجة الثانية من وين يجيبون السبورت؟ من الابتمنت تيث الادجيسنت للادنتشلس اسبان. اذا من التشو underlying the denture base اللي هو السوفت تشو والunderlying بون، طبعا البون مينلي، راح ياخذون عندي البرايمري سبورت. اما من الابتمنت توث adjacent to the edentulous span راح ياخذون عندي السكندري سبورت. هذا بالنسبه لكلاس 1 اند كلاس 2. نيجي لكلاس 3 اللي هو توث بورن ار بي دي derives all of its support from the abutment teeth. اذا معتمد totally على الابتمنت تيث. ليش؟ لانه شرحنا قبل انه من يكون عندي توث سبورتد ريموفبل بارشل دنتشر لازم راح احط عندي ريست هنا وراح احط عندي ريست هنا. اذا راح يكون الريست ميزيال وديستال للإدنشلس إسبان، فبالتالي من تيجي الفورس عندي وين راح تتوزع؟ راح تنتقل عن طريق الأسنان للماينر كونكتر للريست اللي موجودة هنا وكذلك للريست اللي موجودة هنا. فبالتالي الأباتمنت تيث اثنيناتهم هم اللي راح يتحملون الفورس وما راح يروح شيء عندي للأندرلاينج بون. إذا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي راح نسوي بيها differentiation اللي هي the method of impression making، الطريقة اللي أنا راح أخذ بيها الimpression. class 1 and class 2 راح أخذ dual impression أو functional impression واللي هي نفسها مرت علينا بالمحاضرة اللي فاتت اللي هي altered cast technique تمام، وقلنا راح تاخذون محاضرة مفصلة عنها بصف خامس. بما انه تكررت هنا فراح نشرح عنها شرح بسيط. بالنسبة لكلاس 1 and class 2 اللي هو يكون tooth tissue supported partial denture، اني اللي اريده اريد اخذ السبورت. قلنا البرايمري سبورت من وين راح يجيني؟ راح يجيني من البون وراح يجيني من السوفت تيشو اللي موجود بالادنشولس سبان اللي عندي تمام. زين هسه احنا من ناحيه الامبريشن عندي تو تايب اوف امبريشن، عندي الفانكشنال امبريشن وعندي الاناتوميك امبريشن. زين انا اذا اجيت مثلا عندي هنا كلاس 1 او كلاس 2، إذا أجيت وأريد أخذ الإمبريشن، مجرد جبت التري حطيت بيه الإمبريشن ماتيريال وأخذت الإمبريشن، قلت للبيشنت افتح حلقك وأخذت الإمبريشن لهاي المنطقة كلها. هاي الإمبريشن اللي طلعت عندي راح أسميها أناتوميك إمبريشن. شنو يعني أناتوميك إمبريشن؟ أو مرات يسموها نون فانكشنال إمبريشن، أو مرات يسموها static impression. إلها تسميات هواية راح تأخذوها لاحقا وتتعرفون عليها بالتفاصيل، إلها تفاصيل وتفرعات هواية، بس إحنا هنا نشرح شرح مبسط حتى توصلكم الفكرة. زين ليش سميتها anatomic impression؟ لأنه هي مجرد كبتشرت لي الأناتومي اللي موجود inside the patient mouth مثل ما هو على حالة. يعني أخذت لي الأسنان على حالها، أخذت لي الريزيجوال ريدج على وضعها الطبيعي، فهاي راح أسميها anatomic impression. زين لو أني لا إجيت بالبداية اللي هي هاي الدوال إمبريشن أو الفانكشنال إمبريشن. شنو يعني الفانكشنال إمبريشن؟ الفانكشنال إمبريشن يعني أني أريد أخذ ال residual ridge اللي موجودة عندي بكلاس 1 كلاس 2 under function. شنو يعني under function؟ يعني أريد من أخذها يكون مسلط عليها force ومضغوطة تمام. يعني أنا إذا أخذتها خل نفرض أنه هذا عندي البون تمام، وهنا عندي abutment tooth تمام، هذا البون وفوقه عندي الميوكوزا، هاي خلينا نقول الميوكوزا، أو خلينا نرسمها باللون الوردي
عندي هلقة ثيكنس من الميوكوزا. تمام؟ أنا إذا جبت التري ودايركتلي أخذت إمبريشن على هذا الوضع، تمام؟ إيش راح يطلع عندي؟ راح تطلع عندي الميوكوزا بهاي الطريقة. من يجي البيشنت وركبت له أنا الدنتشر، تمام؟ ركبت له الدنتشر، أنا ماخذ الإمبريشن على خلينا نقول أناتوميك إمبريشن. إجا البيشنت لبس الدنتشر، وين راح تقعد الدنتشر بيز؟ راح تقعد على هاي الميوكوزا، تمام؟ اللي هي خلينا نقول مثلاً هاي الثيكنس مال الميوكوزا هي 4 ملي. راح يقعد الدنتشر بيز هنا، هاي الدنتشر بيز وعليها الأكريليك تيث على ميوكوزا الثيكنس مالتها 4 ملي. راح تيجي الفورس الأوكلوزال فورس، راح يأكل البيشنت، تنزل الفورس على الارتيفيشال تيث، الارتيفيشال تيث راح تدفع الدنتشر، الدنتشر وين راح ينزل؟ على الميوكوزا، الميوكوزا هاي راح تنضغط، بدل ما هي 4 مليم ايش راح تصير؟ بما انه هي كومبريسبل وانضغطت راح تصير خلينا نقول 2 مليم او 1 مليم، تمام؟ فتوصل لهنا مثلا حدها لانه انضغطت، هذا اللي فوق كله يروح ينزل عليه الدنتشر ويبقى لي بس هاي المسافة من الميوكوزا، تمام؟ هنا شنو صار؟ أنا بما إنه أخذت أناتوميك إمبريشن، أنا انطيت مجال حركة للدنتشر أكبر، لأنه هو نزل 2 مليم أو 3 مليم ضغطت الميوكوزا يعني سواها مثل كبسها، كبس 4 مليم بمساحة 1 مليم ضغطها كلها ورا ال 1 مليم، بعدها هي تجمعت كلها ال 3 مليم الفوق على ال 1 مليم، بعد ما بيها ضغطة أكثر لأنه بالنهاية هي supported by the underlying bone، تمام؟ فماكو مجال بعد تنزل لي جوا لأن إجاني الريجيد ستراكتشر اللي هو البون. هاي فكرة الأناتوميك إمبريشن. زين، إذا أني لا من البداية من إجيت هاي الفور مليم من الميوكوزا، أني من أخذت الإمبريشن كنت ضاغطة هاي الفور مليم مسويتها 1 مليم أو 2 مليم مثل ما قلنا، أني أوريدي ما أخذتها وهي مضغوطة. فمن يجيني الدنتشر بيز وين راح يقعد؟ بدال ما هي 4 مليم راح يقعد بوضع الطبيعي، من أنزله راح ينزل يضغط لياها ويقعد هنا، تمام؟ يقعد على 2 مليم أو 1 مليم اللي أني بقيته. فمن يأكل البيشنت، هاي عندي الارتيفيشيال تيث، من يأكل البيشنت ايش راح يصير عندي؟ راح تقل الحركة، ماكو بعد 4 مليم يتحركها الدنتشر، عندي 1 أو 2 مليم من الأساس مضغوطات، تمام؟ فبالتالي الدنتشر ما راح ينزل، ما راح يقدر يسوي حركة للأسفل ويضغط لي هاي الفور مليم، لأن هي من الأساس أني من سجلتها بالإمبريشن هي مضغوطة، هاي اللي أسميها الفانكشنال إمبريشن. زين، هاي الفانكشنال امبريشن شلون راح احصل عليها؟ انا اللي اريد اضغط الاسنان عندي طبعا ما تنضغط، ما ممكن اضغط الاسنان، اللي اريد اضغطه هو الرزج والرج. فشي يسوون الالتر كاست تكنيك، يعني اني اخذ امبريشن بالوضع الطبيعي الفاينل امبريشن مالتي اخذتها للدنتشر، طلع لي عندي الكاست مالتي، اشتغلت عليه الكروم كوبالت وكملت، تمام؟ ورا ما كملت هذا الكاست، فنتخيل انه هو هذا الكاست، اوكي؟ هذا الكاست وعليه الاسنان وعندي هنا الرزج والرج اللي اني سجلتها بالاناتوميك امبريشن مثل وضعها الطبيعي. زين، على الكاست شو اشتغلت؟ اشتغلت الديزاين مالتي، خلينا نرسم ديزاين شلون مشان، اشتغلت هذا الديزاين مالتي بهاي الطريقة، وفحصته بحلق البيشنت الفريم وورك مالتي الميتال فريم وورك، فحصته بحلق البيشنت، بعدين اجاني ضفت هنا اكريليك دنتشر بيز، او لا قبل الاكريليك ضفت واكس، تمام؟ واكس منا واكس منا، وحطيت عليهم ارتفيشال تيث، ووصلت لمرحلة التراي ان، اجا البيشنت عندي الميتال فريم وورك فوق الادنتشلس اريا، عندي واكس فوق الواكس، عندي أسنان، إيش راح أسوي؟ راح أدخله بحلقة، راح أتأكد إنه كل الأمور تمام، الأوكلوجين تمام، وراها راح أطلع الفريمورك، وإيش راح أحط بهاي المنطقة بالفيتينج سيرفيس مال الرزج والرج، راح أحط إمبريشن ماتيريال، وأرجع أقول للبيشنت عض، أنا مو حطيت واكس وحطيت الأسنان، راح أحط من جوا جهة الرزج والرج بالفيتينج سيرفيس
مالتي يعني جهة المش خلي نقول راح أحط impression material تمام، وراح أقول للبيشنت إنه عض على أسنانك. من يعض إيش راح يصير؟ راح تسلط الفورس عندي على الأسنان. تسلطت الفورس على الأسنان إيش راح يصير بالفريمورك؟ راح ينزل يضغط لي السوفت تيشو اللي موجودة. نرجع نرسمها تمام، هذا عندي التوث وهاي عندي السوفت تيشو. هسه البيشنت لابس عندي هذا الميتال فريمورك، فوق الميتال فريمورك شنو عندي؟ عندي واكس تمام، فوق الواكس عندي الارتفيشيال تيث. شيكت بحلق البيشنت كل شيء تمام، راح اجي اقول وين راح احط الامبريشن ماتيريال؟ راح احط الامبريشن ماتيريال من الفيتنج سيرفيس مال الفريمورك هنا. راح ادخله بحلق المريض وراح اقول للمريض عض. من يعض راح تتسلط عندي الفورس بهذا الاتجاه، راح ينزل عندي الدنتشر الارتفيشال تيث ويا الواكس ويا الميتال فريم ورك ويا الامبريشن ماتيريال، راح يضغطوا لي السوفت تيشو الى هذا الحد اللي هو ورا. بعد ما ينضغط السوفت تيشو يبقى البيشنت عاض بهاي الطريقه لحد ما يصير سيتنج للامبريشن ماتيريال. اشيل الفريم ورك، شلت الفريم ورك صار عندي الفريم ورك ويا الامبريشن ماتيريال. شو يسوون؟ يرجعون يقعدون الفريم ورك ويا الارتفيشال تيث ويا الامبريشن ماتيريال ويا كل شيء. راح ارجع قلنا نتخيل انه هذا الكاست، هاي الاسنان موجوده عندي وهاي الرزج والرج، راح اقعد عليها الفريم ورك بشكل طبيعي. يجيبون منشار يقصون الرزج والرج القديمه، يقصون الدنشه الكاست بهاي الطريقه تمام. هاي اللي تسجلت عندي سابقا بالاناتوميك امبريشن كلها راح اشيلها تمام. يبقى عندي الفريم ورك قاعد بشكل طبيعي، وهنا عندي المش تمام، هذا الميجر كونكتر، المش جواها راح يصير فراغ تمام. يقلبون الكاست ويصبون هاي المنطقة هنا وهنا بستون جديد. هذا الستون ايش راح يصير؟ راح يصير مصبوب بالفانكشنال امبريشن، يعني راح اصبه على الامبريشن اللي اني اخذتها والميوكوزا مالتي مضغوطة، فأسميها functional impression أو أسميها dual impression لأن أني أخذتها بمرحلتين. أخذت بالبداية anatomic إلى أن وصلت لمرحلة try in، عندي الفريمورك عليه الواكس عليه الارتفيشال تيث، لبسته للبيشنت تأكدت من عنده، حطيت بالفيتنج سيرفيس مال الفريمورك منطقة الرزج والرج أو منطقة free end sudden impression material، دخلتها بحلق البيشنت قلت له عض عليه. من عض صار عندي compression، انضغطت عندي الميوكوزا، سيتت الماتيريال مالتي الامبريشن ماتيريال على هاي الوضعية، طلعته رجعت قعدته على الكاست اللي هو مسجل لي سابقا الرزج والرج بالاناتوميك فورم. قصيت هاي الرزج والرج اللي متسجلة بالاناتوميك فورم، صبيت بمكانها ستون جديد، هذا الستون نزل على الامبريشن اللي هي مسجلت لي الدنتشر بالفانكشنال فورم تمام. فهاي الفكره من الالترت كاست تكنيك او الفانكشنال او الدوال امبريشن. فلذلك دائما نميز انه طريقه اخذ الامبريشن لكلاس 3 هي تختلف عن طريقه اخذ الامبريشن لكلاس 1 اند كلاس 2. زين، ثالث نقطه the need for some kind of indirect retention. إذا حاجتي للindirect retention class 1 and 2 needed، أحتاج indirect retention because it rotates about a fulcrum. مشروح الشرح كامل موجود بمحاضرة الindirect retention. عندي class 3 طبعا ما راح أحتاج عندي لأنه ما عندي rotational forces. زين، the use of a base material that can be realigned to compensate for tissue change شرحناها بالتفصيل بالمحاضرة اللي فاتت. class 1 and class 2 acrylic resin is generally used as a base material for distal extension base. ليش؟ لأنه يصير عندي resorption وبالنهاية راح أحتاج أسوي realigning. بينما class 3 metal base are more frequently، لاحظوا إنه قال more frequently، ما قلنا بس ميتال، يعني هل خطأ إني أستخدم الأكريليك؟ لا، بس أنا ما عندي حاجة، ماكو داعي إني أستخدم الأكريليك. ميتال بيز آر مور فريكونتلي يوزد إن توث سبورتد ريستوريشن بيكوز ريلاينينج إز نوت أز لايكلي تو بي نيسيسري. الريزوربشن هنا راح ياخذ فترة طويلة، وحتى لو صار ريزوربشن أنا أصلاً ما معتمدة بالسبورت مالتي على البون، معتمدة على الأسنان. الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني إني أسوي ريزوربشن قلنا قبل إذا
الاستاتيك تأثر، إذا هايجينيك من ناحية الهايجين قام يجمع أكل، فبالتالي أضطر أني أسوي ريلاين جوا الميتال بيس بس مو لغرض السبورت. Requirements for direct retention class 1 and class 2 ايش راح استخدم؟ Combination clasp could be used because it's a combination of a cast and wrought wire material incorporated into one direct retainer. واخذناها قبل شنو تفاصيل الكومباينيشن كلاسب، وعندي ال RPI وال RPA كلها هاي السيستمز استخدمها بكلاس 1 and class 2 مشروحة عندكم. كلاس 3 راح استخدم الايكرز كلاسب، راح استخدم الامبريجر، راح استخدم الرينج كلاسب او اي نوع من الانواع اللي اخذناها قبل، الهيربين، الريفرز، كلها ممكن استخدمها بكلاس 3. بس عندي كلاس 1 and class 2 جهة الفري اند اكستنشن ممكن لو راح استخدم الكومباينيشن لو ال RPI لو ال RPA كلاس. زين الديزاين سيكونس، اول شيء عندي الباث اوف انسيرشن، هنا انا راح ناخذ الديزاين سيكونس ترتيب مالتي شلون اسوي ديزاين للكروم كوبالت ريموفابل بارشل دنتشر. اول شيء راح ابدا بالباث اوف انسيرشن، الباث اوف انسيرشن اللي هو شرحنا عنه بالسيرفير بالتفصيل، شرحنا شنو اهميه الباث اوف انسيرشن وشلون اسوي شلون اختار الباث اوف انسيرشن. ثاني شيء خلصت من الباث اوف انسيرشن حددته بالسيرفير، راح اروح للرست، راح احدد عندي لان اول شيء قلنا الباث اوف انسيرشن بعدين الرست. ثالث شيء عندي الميجر كونكتر، ورا ما حددت عندي الريست وين مكانها مثل ما نشوف هنا مثلا بهاي الصورة. اول شيء اني من اخذت الكاست حددت عندي الباث اوف انسيرشن شلون اريده، شنو قلنا السيرفير يحدد لي الاسطح المتوازية، اكثر عدد من الاسطح المتوازية اللي اقدر استفيد منها، يحدد لي مكان الديزايربل والانديزايربل اندركات، حددتها انتهيت من عندها. زين جيت هسه الكاست قدامي، اول شيء او ثاني شيء بعد الباث اوف انسيرشن راح احدد مكان الريستات. ليش؟ لانه اني من احدد مكان الريستات راح اعرف شنو يعني الريست بالاخير كانما رسم لي نوع الميجر كونكتر اللي استخدمه، فاني حسب مكان الريستات اللي راح احطها راح تيجي ببالي فكره الميجر كونكتر اللي اني ممكن استخدمه. تمام، مثلا فلنفرض كان عندي هنا السنترالات، لاترالات، كناين، بعدين عندي الميسنج فور مثلا، خلينا نقول هذا الفايف سكس، جيت اني حددت الباث اوف انسيرشن باستخدام السيرفير انتهينا من عندها. اجي احط الرستات هنا 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 هنا، ايش بين عندي؟ طلع عندي انه ممكن استخدم البلاتل ستراب. تمام، هذا الميجر كونكتر اللي اني اريده، فدائما احدد الرستات حتى هي تنطيني هنت للميجر كونكتر اللي اني ممكن استخدمه. اذا ثاني نقطة هي الرستات، ثالث نقطة هي الميجر كونكتر، الرابعة هي الماينر كونكترز، ورا ما رسمت عندي الميجر كونكتر رسمت عندي الماينر كونكتر. اذا هاي الرستات حددتها، بعدين على اساس الرستات قررت اني ارسم الميجر كونكتر. زين هنا أنا عندي فري اند اكستنشن، اكيد راح احط لها ماينر كونكتر، يا اما المش يا اما اللادر اللي هما موست كومنلي يوز. الميجر كونكتر لازم اوصله بالرست اللي اني حطيتها عن طريق الماينر كونكترز اللي اني راح استخدمها. تمام، ورا الماينر كونكتر يجي عندي الدايركت ريتينر، اذا حددت الباث اوف انسيرشن، وراها حددت مكان الرست، مكان الرست انطتني هنت لرسمة الميجر كونكتر، فبالتالي عرفت نوع الميجر كونكتر اللي أريده. زين رسمت عندي ميجر كونكتر، عندي رستات منفصلات عن بعض رح أبدأ أوصلهم بماينر كونكتر، وراها رح أستخدم رح أحط الدايركت ريتينر، وآخر شي بعد ما كملت هاي كلها لازم أكون حاطة الدايركت ريتينرز وعارفة شنو عندي الابوتمنت تيث اللي موجودة حتى ارسم من عندهم خط اللي هم اللاست ابوتمنت تيث او الموست بوستيرير ابوتمنت تيث، اجر منها خط، فبالتالي اعرف احدد الاندايركت ريتينر. اذا هاي ضروري نحفظها بالترتيب، راح تاخذوها بالتفاصيل باللاب، ولازم تكون بالترتيب. اول شيء احدد باث اوف انسيرشن، وراها ريست، وراها ميجر كونكتر، ماينر كونكتر، دايركت ريتينر، واخر شيء هو الاندايركت ريتينر. زين
الباث اوف انسيرشن شرحنا احنا قبل عنه بالسيرفير، فدايركتلي راح نبدا من الريست. بالنسبه لكينيدي كلاس 3 بليس ريستس ادجيسنت تو ادنتشولس سبيس بوث اندز، يعني دائما عندي كلاس 3 ايش راح اسوي؟ راح احط adjacent للإدنتشلس directly next للإدنتشلس space اللي هو هنا راح يكون عندي distally، هنا راح يكون عندي mesially distally mesially. تمام. The exceptions اللي عندي teeth incapable of providing adequate support. إذا شنو الشيء اللي راح يخليني أحط الرست بمكان غير عن إنه next to the edentulous space أو adjacent to the edentulous space؟ يا إما التوث، هذا التوث مثلاً اللي هو adjacent directly adjacent للedentulous space incapable of providing adequate support poor crown to root ratio or incorrectable periodontal disease. إذن يا إما هو ما يقدر ينطيني adequate support، ممكن بسبب انه هو اصلا بيبيريودونتال ديزيز او اصلا يكون موبايل توث او ممكن يكون روتيتد توث، وضعه مو مناسب، طالع شويه جهه البكل، تلتد لينجوالي مثلا. تمام. او يكون عندي بور كراون تو روت ريشيو، احنا اخذنا قبل انه الروت الا تاثير من اجي اختار الابوتمنت لازم احط ببالي انه الروت مالتي هو شورت، هو وايد، هو دايفيرج، هو كونفيرج، هاي كلها تختلف عندي. زين. الاكسبشن الثاني اللي هو اف ابوتمنت توث هاز امبروبر اناتومي فور ذا انديكيتد ريست. اذا كان عندي الابوتمنت التوث الموجود الاناتومي مالته improper حتى احط عليه النوع الريست اللي اني اريدها، قلنا مثلا يكون عندي tilted lingually او يكون صاير بي rotation، فبالتالي ما اقدر احط عليه ريست. زين. بالنسبة للريست كندي class 1 and class 2 mesial rest preferred، ونعرف ليش كنا ما حطيتها ميزيلي ما حطيتها ديستالي. الديستال ريست بريفيرد وين ابوتمنت از روتيتد، اذا ايش وقت راح اضطر احط ديستال ريست؟ بما انه قال ديستال ريست وعندي كلاس 1 اند كلاس 2، اذا وين راح يروح تفكيري؟ اكيد مو النورمال ايكرز كلاس، راح يروح تفكيري للكومباينيشن كلاس. تمام. ايش وقت اضطر استخدمه؟ اذا كان عندي الابوتمنت از روتيتد heavy centric contact on mesial أو large restoration on mesial. يعني أني عندي هاي هنا الابوتمنت tooth، تمام، وهاي الادنتشلس area، أني المفروض أحط الرست ميزيلي وما أحطه distally. زين. شو وقت راح أضطر أحطه distally بهاي الجهة؟ إذا كان عندي الابوتمنت tooth is rotated بشكل انه ما يسمح لي اني احطه ميزيالي. ليش صاير عندي مثلا crowding بالميزيال area بسبب الروتيشن مالته؟ ما اقدر ادخل له rest من جهة الميزيال. او heavy centric contact on mesial، يعني اذا كان عندي خلينا نقول هنا بعد tooth وهنا opposing، تمام، بهاي المنطقة عندي heavy centric contact. centric تذكرون centric relation والcentric contact اللي هو نعتمد عليه بالإطباق مال البيشنت. إذا كان هنا الكلاسب أو الكسب عندي العفو داخل بهاي المنطقة وعندي heavy contact، ما رح ألعب بهاي المنطقة وأخربها وأحط عليها rest، وقد هذا يسبب لي اختلاف بالcentric occlusion مالتي وتختلف طبقة البيشنت كلها، وبالتالي تسبب لي problems بالTMJ كلها بس حتى أحط rest ميزيري. بالوقت اللي أنا عندي بي أوبشن ثاني ممكن أحطه ديستلي وبنفس الوقت أقلل من الهارم اللي رح يصير عندي على الرزج والرج. فإذا كانت عندي هاي الحالة كذلك رح أعوف الميزيال، رح أتجه للديستال، والأخيرة اللي هي large restoration on mesial، يعني إذا patient كان مسوي restoration كبيرة هنا وأجي أحط عليها rest. زين. أنا أصلاً الرست حاطتها حتى أخذ سبورت من الأبوتمنت توث. زين. هاي الرستوريشن أول شيء هي كبيرة، ثاني شيء مهما كنت مستخدمة نوع الرستوريشن ما راح تكون سترينغث مالتها مثل السترينغث مال الماتيريال مال الناتشورال توث. تمام. فبالتالي إذا كان عندي لارج رستوريشن فراح أتجنب وضع الرست بالميزيال سايد، راح أتجه إلى الديستال سايد، فأروح الاختيار الكومباينيشن كلاس.
If the rest is placed on the distal of the tooth adjacent to the edentulous area بكلاس 1 and class 2 ايش راح يصير؟ When a posterior force is applied the tooth is tipped toward the edentulous area مثل ما نشوف بالصورة. من صار عندي لود بهاي المنطقة تمام شنو اللي صار؟ راح يبدأ هذا الدنشر راح ينزل بهذا الاتجاه والرست كذلك راح تبدأ تنزل بهذا الاتجاه وتجر التوث وياها بهذا الاتجاه. ف when a posterior force is applied the tooth is tipped toward the edentulous area which opens the proximal contact between teeth and moves the tooth causing mobility and bone loss بهاي المناطق بالأخير. هنا رح يصير عندي compression بالبون فبالتالي رح يبدأ يصير عندي resorption وهنا رح يصير عندي tension بالبون فكذلك رح يبدأ يصير عندي resorption تمام. فإذا من يصير عندي الفورس بكينيدي كلاس 1 عند كلاس 3 راح عند كلاس 2 راح تبدأ تسحب لي التوث بهذا الاتجاه. زين أنا التوث مسحوب بهذا الاتجاه هنا عندي denture space. لو عندي توث ثاني كان هذا التوث يوقف هاي الموفمنت تمام. بس بما انه ما عندي دا ينسحب التوث باتجاه فراغ فبالنهاية ويا الاستخدام المتكرر وبعد فترة طويلة راح يبدأ يصير بي موبيليتي. When the rest is placed mesially away from the edentulous area the force tend to move the tooth towards the adjacent tooth mesially. اذا الفورس نفسها هنا دا تنزل هاي تمام الرست هسه دا تنزل كذلك التوث بس بأي اتجاه دا تنزله دا يطخ هنا بالبداية تمام دا يطخ هنا وبعدين ينزل يطخ بالأبتمنت توث يطخ بالأبتمنت توث وينزل. زين بما انه عندي أبتمنت توث هنا هذا التوث راح يسوي له سبورت التوث هذا يسوي سبورت للتوث هذا ساندة من الفورس تريد تحركه هيجي هذا موجود راح تنصد بالفورس فبالتالي التوث راح يبقى مكانه وما راح يصير به موبيليتي. The force tend to move the tooth toward the adjacent tooth mesially thus the adjacent tooth absorbs some of the force of occlusion راح تتوزع الفورس عليه وراح يشتغل كمصد فبالتالي بالنهاية ما راح تصير به موبيليتي. A tooth is better able to tolerate vertically directed forces than horizontal force لأنه هو مسخر أو مخلوق حتى يصير عند الماستيكيشن بجهة عمودية. يعني البيشنت الطبيعي اللي هو fully dentate عند الأسنان كاملة الأوكلوزل يعني من يحط الفود بولس أو لقمة الطعام على أسنانه كلها تيجي الفورس vertically فالتوث دائما مهيئ لاستقبال الvertical force وليس الhorizontal force. If the rest is placed on the distal side of the abutment near the edentulous area the force are not vertical but almost horizontal in the region just next to the abutment tooth. زين هنا يشرح لنا قلنا انه النقطة الاولى انه بحالة حطيتها ديستالي راح تسحب لي التوث الادنتولس اريا فبالتالي راح يتحرك ويصير بي موبيليتي. اما ميزلي راح يكون عنده التوث اللي مجاور له راح يصد هاي الفورس وراح يتحمل جزء منها فبالتالي التوث ما راح تصير بي موبيليتي. النقطة الثانية ليش احط الريست ميزلي مو ديستالي؟ لانه اذا حطيت الريست باتجاه الديستال اللي هو هذا الفولكرام او هذا الاكسس اوف روتيشن اللي يصير حواليه الدوران لاحظوا انه كل ما كانت الفورس بعيده عن الاكسس اوف روتيشن تكون مور فيرتيكالي كل ما تتقرب اكثر تصير مور هوريزونتالي تمام على التوث. واحنا قلنا انه التوث مهيئ لاستقبال الفيرتيكال فورس اكثر من التهيئة مالته لاستقبال الهوريزنتال فورس. الهوريزنتال فورس تأثر عليه بشكل سلبي الفيرتيكال فورس يتقبلها بشكل طبيعي تمام. فمثل ما تشوفون بالصورة هذا محور الدوران هنا الفورس مال الأوكلوجين دا تصير بهذا الشكل دا تنزل لي الدنشر بيز بهذا الشكل تمام. فبالتالي كل ما كنت أبعد دا تلاحظون الأسهم دا تكون كل ما كنت ابعد تكون مور فيرتيكال كل ما دا اتقرب اكثر لا دا تصير دا تصغر الدائره فبالتالي الاسهم دا تصير مور هوريزونتال تمام.
As you move the wrist anteriorly, كل ما قدمت الريست anteriorly باتجاه الانتيرير تيث بعيدا عن الكلاس 1 او الكلاس 2 او الفري اند اكستنشن اريا ايش دا يصير؟ دا تبعد المسافه. As you move the wrist anteriorly, the force are directed more favorably in a more vertical direction in relation to the edentulous area. اذا مثل ما تشوفون احنا قبل شويه كانت بهاي المنطقه تمام؟ فكانت اكثر هوريزنتال، اني بعدتها شويه باتجاه الميزيال فصارت اقل هوريزنتال، بهاي الصوره بعدتها بعد اكثر فصارت almost من توصل لهاي الابطمنت توث تكون مور فيرتيكالي. اذا ليش اني حطيتها ميزيال مو ديستال؟ لانه كل ما ابتعد الاكسس اوف روتيشن كل ما كانت الفورس اللي جايه للابطمنت توث مور فيرتيكال اند ليس هوريزنتال. زين ثالث شيء قلنا الميجر كونكتر. زين assess tori height of floor of mouth frenal attachments which may affect major connector choice. تذكرون بمحاضرة الميجر كونكترز من أخذناها أكيد مر عليكم هاي الصور إنه حتى أحدد أنواع نوع الميجر كونكتر اللي أني أستخدمه لازم أحط بال الحالة مال البيشنت بعين الاعتبار. إذا كان البيشنت فور إكزامبل عنده تورس ممكن استخدم الهورس شو، او ممكن كذلك استخدم الانتيرير بوستيرير بالاتال ستراب. الانتيرير بوستيرير بالاتال ستراب استخدمه حسب حالة التورس، اذا كانت التورس doesn't extend to the soft palate تمام استخدم انتيرير بوستيرير بالاتال ستراب، اذا كانت لا والله التورس كبيرة بحيث واصلة للسوفت بالات فاني ما راح اجي واحط ستراب بهاي المنطقة، لا راح استخدم الهورس شو. تمام height of floor of mouth عندي بال especially بالmandibular major connector. تذكرون أكيد هاي الصور من كنا نسوي measuring لل floor of the mouth، قلنا أحتاج ال floor of the mouth حتى أستخدم lingual bar اللي هو most commonly used بالmandibular major connector أحتاج إلى 8 مليم حتى أقدر أستخدمه. فكذلك قبل ما أحدد نوع الميجر كونكتر لازم أكون قايسة أني ال floor of the mouth، لازم أكون ملاحظة ال frenal attachment lingual frenal attachment هل هي بعيدة عن الفيستيبيول لو لا ممتدة ومرتبطة هنا بحيث أنا ما عندي مجال إنه أستخدم أي major connector located lingually. فهاي كلها أحطها بعين الاعتبار، هاي مجرد مراجعة بسيطة المانديبولر major connector اللينجوال بار إيش وقت أستخدمه. هو first choice مالتي طبعا استخدم اللينجوال بار، اهم نقطة انه يكون عندي الفيستيبيول 8 مليم سبيس. ليش 8؟ قلنا اني احتاج 4 مليمات تقريبا هي الويدث مال اللينجوال بار وعندي 4 مليمات هي المسافة بين الجنجيفا وبين السوبيريور بوردر مال اللينجوال بار. زين اللينجوال بليت شو وقت راح استخدمها؟ اذا كان عندي الفلور اوف ذا ماوث ليس ذان 8 مليمتر، اذا تتذكرون قلنا اول شيء بالدرجه الاولى اذا عندي 8 مليمتر استخدم اللينجوال بار، ما عندي 8 مليمتر عندي اقل من 8 الى 6 راح اروح لللينجوال بليت وراح اروح للسنجولم بار او اللينجوال بار وذ سنجولم بار تمام. ما عندي لا كان اقل من 6 بعد راح اروح للسبلينجوال بار. هاي المعلومات كلها موجوده بمحاضره المانديبولر ميجر كونكترز ترجعون عليها. اذا اللينجوال بليت من يكون عندي هاي فرينال اتاتشمنت، من يكون الفلور اوف ذا ماوث ليس ذان 8 مليم، من يكون عندي ريزوربشن بالرج سبيشالي كلاس 1 او كلاس 2 وعندي سيفير ريزوربشن بالرج اذا تتذكرون، فبالتالي اني ما محصله سبورت كافي من الرج لان هي اصلا ريزورب، فمن وين راح احصل؟ راح احصل اني اسوي تغطيه لل تغطيه كامله استخدم بليته بدل البارد حتى ازيد من كميه السبورت، ازيد من السيرفس اريا مال الميجر كونكتر فبالتالي ينطيني سبورت اكثر. want to stabilize the teeth من يكون عندي التيث هي اصلا periodontally compromised استخدم اللينجوال بليت اصعد على الاسنان حتى اثبت لي الاسنان. may need to add teeth to RPD من اريد اضيف اسنان للار بي دي، احنا قلنا اللينجوال بار ما دام هو مطخ الاسنان فاني صعب بعدين بالمستقبل اضيف عليه اسنان، اللينجوال بليت بما انها صاعده على الاسنان
فمستقبلا اذا البيشنت كانت اسنانه موبايل واني اتوقع انه راح اخسر واحد من الاسنان واحتاج اضيفه بمكانه فراح استخدم البليت. اخر شيء وونت تو افويد تورس، اذا كان عندي تورس ما اقدر اسوي لها عمليه، بس التورس طبعا اللي هي تكون بسيطه يعني ما تكون سيفير تورس، ممكن اني اغطيها باللينجوال بليت، اسوي ريليف عليها واغطيها باللينجوال بليت. السبلينجوال بار when the height of the floor of the mouth in relation to the free gingival margin will be less than 6 millimeter, the mandibular major connector lingual bar, cingulum bar, or kennedy bar, or double lingual bar, اسمه when wide diastema exists between mandibular anterior teeth. قلنا من يكون عندي wide diastema ما راح اقدر استخدم lingual plate لانه، او اذا كانت جدا wide يعني diastema اللي مقبولة ممكن استخدم lingual plate، بس لا اذا كانت wide diastema لدرجة انه الفتحة بين السنين اقدر اشوف منها lingual plate فراح استخدم عندي cingulum bar. السنجولم بار الوحدة أو الكونتينيوس بار من يكون عندي excessive block out of interproximal undercuts أو crowding of the teeth. الليبيال بار قلنا إحنا إذا كانت الأسنان tilted lingually فكل الأوبشنز اللي تنحط lingually رح أستغني عنها ورح أرجع للليبيال. mal positioned or lingually inclined teeth and large mandibular tori، إذا كان عندي lingual tori بس كانت large أو severe لدرجة إني ما أقدر أسوي لها cover باللينجوال بليت فبالتالي رح أنتقل إلى الليبيال أريا ورح أستخدم الليبيال بار. بالنسبة للماكسيلري ميجر كونكتر عندي سينجل بالاتال ستراب اللي هو استخدمه بالبايلاترال توث سبورتد بروستيسيس، الكومباينيشن انتيريور اند بوستيريور بالاتال ستراب اللي هو قلنا هذا يغطي لي تقريبا 90% من الكيسات، استخدم بكلاس 1 اند 2 ارش باللونج ادنشرس سبان ان كلاس 2 موديفيكيشن 1 ارش كلاس 4 ان اوبيرابل باليتال توراي بشرط انه دزنت اكستند للسوفت باليت. زين الباليتال بليت من يكون عندي سم اور اول انتيرير teeth remain will you shaped palatal connector when a large inoperable palatal tori exists especially إذا كانت extend beyond the soft palate and occasionally when several anterior teeth are to be replaced. عندي single palatal bar والanterior posterior palatal bars اللي قلنا عليهم هما least used يعني استخدامهم أخليه last option يلا استخدمه. هاي كل هالمعلومات سواء بالمانديبولر او الماكسيلري ميجر كونكتر ترجعوا لها بالمحاضرات الخاصه لها. البالاتال ميجر كونكتر should be located at least 6 مليمتر away from the gingival margin اخذناها قبل، بينما المانديبولر اذا كان عندي لينجوال بار ميجر كونكتر should be located at least 3 to 4 مليمتر inferior to gingival margin. تمام، اذا المسافه من الجينجايفال مارجن للسوبيريور بوردر، من الجينجايفال مارجن للسوبيريور بوردر اوف ذا لينجوال بار هي 4 مليم، الثيكنس مال اللينجوال بار هو 4 مليم 4 زائد 4 يعطيني ال 8 مليم اللي قلنا عليها قبل شويه. خلصنا من الميجر كونكتر. رابع شيء قلنا ورا ما حددت باث اوف انسيرشن حددت الرست، الرست انطاني هنت شنو استخدم ميجر كونكتر، حطيت الميجر كونكتر احتاج اني اوصل الميجر كونكتر بالرست عن طريق الماينر كونكترز. كونكت كومبوننتس تو ذا ميجر كونكتر، شنو هي الكومبوننتس اللي راح تربطها بالميجر كونكتر؟ راح تربط لي الدايركت ريتينر بالميجر كونكتر، راح تربط لي الاندايركت ريتينر كونكتر الاندايركت ريتينر بالميجر كونكتر، كذلك راح تربط لي الاكريليك دنتشر بيز بالميجر كونكتر. اذا تذكرون احنا قلنا انواع الماينر كونكتر، كان عندي السيرفس ماينر كونكتر، كان عندي المش واللاتس ماينر كونكتر، كان عندي الامبريجر ماينر كونكتر. اذا هي وظيفتها تربط لي دايركت ريتينر اندايركت ريتينر دنتشر بيز، تربطهم كلهم بالميجر كونكتر. زين الماينر كونكتر شود بي ريجيد، اكيد كل الكومبوننتس وليس فقط الماينر كونكتر، كل الكومبوننتس مال الكروم كوبالت ريموفابل بارجل دنتشر شود بي ريجيد اكسبت ذا ريتنتيف تيب اوف ذا ريتنتيف ارم اوف ذا دايركت ريتينر mostly located in an embrasure، غالبا هو موجود بامبريجر بس هو mostly، بس ممكن يكون مثل ما اخذنا على السيرفس اذا كان عندي singular rest فراح امد الماينر كونكتر على السيرفس. should taper towards the contact area، قلنا احنا من نحطه بالامبريجر لازم يكون بشكل مثلث، اذا تذكرون كان عندي هذا التوث
وهذا توث دا احط ميجر كونكتر بينات ماينر كونكتر العفو لازم يكون تيبر توارد ذا كونتاكت اريا. بس قلنا كذلك انه هنا أنا اسوي هاي المنطقه اسوي لها بلوك اوت حتى ما يصير عندي الويدجينج افكت. Should form a right angle with the major connector. أخذناها سابقاً الزاوية بين the minor connector and major connector لازم تكون right angle between one minor connector and the other minor connector. لازم يكون عندي form اللي مثل ما تشوفون وهو هذا الطبيعي يعني ال width مال التوث هو form اللي أكيد ما رح أحط minor connector هنا و minor connector هنا. فالمسافة بين minor connector والثاني تكون 4 مليم. تمام خلصنا من الماينر كونكتر ننتقل للدايركت ريتينر. الدايركت ريتينر ان كلاس 3 راح استخدم الكلاسب اوف تشويس اللي هو الايكرز كلاسب. تمام امبريجر كلاسب اون دينتشولاس اون دينتشولاس سايد العفو. يعني اذا كان عندي كلاس 3 وما عندي موديفيكيشن اريا فلنفرض هنا أنا. هنا راح استخدم الايكرز كلاسب العادي هذا الميجر كونكتر. هنا أنا ايش راح اسوي راح احط امبريجر ريست وراح احط امبريجر كلاسب اللي هو شنو نسميه باتر فلاي اذا تتذكرون. ممكن استخدم رينج كلاسب اون سنجل مولر اور تيلتد مولر وشارحيها قبل. زين الدايركت ريتينر بكلاس 1 اند كلاس 2 ايش راح استخدم؟ قلنا كلاس 3 ممكن استخدم اي نوع من الانواع اللي احنا ماخذيها بالكلاس سمبلي 1. تمام عندي الدايركت ريتينر بالنسبه لكلاس 1 اند 2 راح استخدم الكلاس بات اللي اخذناها بالكلاس سمبلي 2 اللي هي ستريس ريليزنج ريتينرز. اخذنا محاضره كامله عنها. مور لود ترانسفير تو ريزيجوال ريدج ار بي اي ار بي اي كومباينيشن كلاس. تمام فاذا لو استخدم الستريس ريليزنج ريتينر او راح استخدم واحد من السيستمات اللي هو الار بي اي او الار بي اي او الكومباينيشن كلاس. هذا عندي ال RPI اللي هو عبارة عن ميزيال ريست وعندي هنا اي بار. ال RPA اللي هو كذلك ميزيال ريست بس هنا ايش راح استخدم؟ راح استخدم ال C clasp العادي. ليش؟ قد يكون هنا عندي اندر كات ما اقدر استخدم الاي بار فبالتالي راح الجأ الى ال C clasp والكومباينيشن كلاسب اللي هو لا ديستال ريست. بس ايش راح اعوض عن المشكله اللي راح تصير عندي؟ راح احط الروت واير كلاسب. الروت واير كلاسب هو فليكسبل هو راح يمتص ستريس هو راح يتلف ما راح يتلف عندي الابتمنت توث. زين الكلاسب اوف تشويس بالنسبه لكلاس 1 اند كلاس 2 اللي هو الار بي اي. اف كانوت يوز اي بار اذا الاي بار ما قدرت استخدمه بسبب يا اما هاي فرينال اتاتشمنت يا اما قلنا سوفت تشو اندر كات او كان عندي شالو فيستيبيول. كل هاي الاسباب خلتني ما اقدر استخدم الاي بار راح الجا اذا ذن ار بي اي. استبدلت الاي بار بالسي كلاسب العادي اللي هو الكاست كلاسب. تمام if cannot use mesial wrist اذا ما قدرت استخدم الميزيال wrist فبالتالي معناها ما اقدر استخدم ال RPI ولا ال RPA. فايش راح اسوي؟ راح استخدم الكومباينيشن كلاس. زين ليش ما اقدر استخدم الميزيال wrist؟ قلنا in case of restoration heavy occlusion او centric contact موجود بهاي المنطقه او rotated tooth. هاي كل هالاسباب راح تمنعني من استخدام الميزيال wrist فراح ابقى على الديستال wrist اللي هي adjacent للإدنشلس أريا. بس حتى أقلل من الهارمفول إفكت على الأبتمنت توث راح أحط عندي روت واير كلاس. خلصنا من الدايركت ريتينر نيجي للإندايركت ريتينر. يوجوالي شنو أستخدم الإندايركت ريتينر؟ الكلاس 1 and class 2 only ما أحتاجه بكلاس 3. ليش؟ لأنه class 1 and class 2 عندي بيها rotational movement فبالتالي أضطر أستخدم indirect retainer. Position on the opposite side of the fulcrum line. الفلكرم line تتذكرون هو imaginary line يمر بال imaginary line يمر عندي بال last abutment teeth وليس last tooth abutment. شرط أنه أكون أني مختارته as abutment tooth perpendicular and far from the fulcrum line. إذا أول شيء
هو placed opposite للفالكرام لاين. احدد الفالكرام لاين هو imaginary line يمر على ال last abutment teeth، بعدين احطه على ال opposite side. يعني هنا أنا عندي ال فولكرام لاين، هنا راح يكون عندي الاندايركت ريتينر، ولازم يكون عندي perpendicular عمودي على، وقد ما اقدر احطه as far as possible عن الفولكرام لاين. وكنا ماخذين تفاصيل مثلا هنا best position، او اذا كانت عندي الفولكرام لاين هيج، فلنفرض انه عندي بعد abutment teeth هنا واحد وهنا واحد وهذا ما موجود، واضطريت الفولكرام لاين مالتي صار هيج، حطيت البيربنديكولر لاين اللي هو as far as possible طلع عندي على السنترالز، والسنترالز غير مهيئة لاستخدام الفورس، فش راح اسوي؟ راح احط واحد منا وواحد منا، راح اقسم هاي 90 الى 45 منا وخمسة واربعين هنا، حتى اقدر اوفر الاندايركت ريتنشن بشكل يناسب الكيس اللي عندي. كناين اند بريمولر يوجوالي استخدمهم، ما استخدم السنترالات لان هي ما مهيئة الا اذا اضطريت. rest at each end of lingual plate، تذكرون من اخذنا محاضرات الميجر كونكتر ورجعنا عدناها بالاندايركت ريتينر، قلنا انه اللينجوال بليت او حتى السنجولم بار لازم نهايتها يكون rest. اذا كنت مستخدمته لازم احط rest هنا وrest هنا. And thank you. المحاضرة سهلة وخفيفة، مراجعة للمعلومات اللي فاتت، بس تحتاج من عندكم ترجعون للتفاصيل، كل تفصيل بمحاضرته الخاصة بي. وشكرا.